النهاردة السبت الساعة حوالي 2 بعد الظهر، عدت مرة أخرى إلى مكاني المفضل عشان نشوف. مفروض إن البلد اتفتحت، إنما هي قانون فتح المدينة مرة أخرى قانون غير مفهوم، محدش عارف هم عايزين ايه بالظبط. فتحوا حاجات وقفلوا حاجات وسابوا حاجات مقفولة، انما في النهاية بنشوف ان في الميعاد ده بتبقى كل اماكن الركن بتبقى مليانة، انما حتى على الصفة التانية يدوبك عربية لأن المحلات ما زالت مغلقة. ومحدش ماشي في الشارع، لأن هنا المنطقة هي بتعتبر مول، ومول مفتوح، فهي تبدو وكأنها شوارع يعني تبع المدينة، إنما هي ملك للشركة اللي بتملك المول. فلازال في غلق والمحلات مغلقة وكله حاطط اليافطة ان احنا ان المحل مغلق مؤقتا. و المشكلة إن فكرة الفتح جت يعني هي تضر المحلات أكتر من ما هي تنفعها. وده كاتب أنا مغلق، هو محل بتاع مجوهرات برضو مغلق مؤقتا. ده محل مغلق مجوهرات تاني برضو مش حاطط حاجة في البترين، وشكل ان في ناس فاتحة هنا. ده ستاربكس كان بيبقى في ناس واقفة بتجري وقاعدة بتجري، هنا مكتوب ان المحل مقفول مؤقت. فللأسف يعني التصرف بتاع الفتح، لان لازال المدينة اللي احنا فيها عدد المصابين بالكورونا لم يصل الى يعني اقصى، بل احنا تعتبر في البداية. ولهذا معظم الناس متخوفة، انما تخوف او تصرف الحكومة، اما الحكومة المحلية او الحكومة بتاعت المدينة او حكومة الولاية، كله يعني بتصرف تصرفات يعني مش مدروسة. هم عاوزين يرجعوا الناس أشغالهم، إنما محلات كتيرة ما تقدرش ترجع الناس أشغالها لأنها هتحصل كارثة. وليه الحكومة مش عايزة ترجع، يعني عايزة ترجع الناس أو تعمل قانون بأن الناس ترجع أشغالها؟
لأنها عايزة تشيل إيديها من مساعدة الناس وإنها ما تديش بدل بطالة، لأن طول ما هو مفعل رسميا الغلق يبقى المفروض البلد ملزمة إنها تدفع بدل بطالة للناس طول ما هو في غلق. فهم عاوزين يشيلوا ايديهم من الموضوع، علشان يبقى يقول لك ايه، احنا خلاص احنا فتحنا البلد فانت المفروض تشتغل. بس في الحقيقة هي البلد ما تفتحتش، هي البلد ما زالت مغلقة. في محلات فتحت، انما حتى اللي فتح يعتبر فتح بنص او ربع القوة العاملة او القوة يعني حتى كخدمات. يعني الريستورانت مثلا مش هيقعد، حتى لو هيقعد حد في الريستورانت، معظم الريستورانات لسه ما فتحتش ان الناس تقعد فيها. معظمهم اما بيك اب او ديليفري، يعني اما تروح تاخد انت تعمل اوردر وتاخد من المحل من الريستورانت، او بتعمل ديليفري هما بيبعتوا لك. واذا فتحوا بيفتحوا مثلا 25%، يعني عدد الترابيزات مثلا يعتبر لو عندهم نقول 10 ترابيزات هيقعدوا حوالي ترابيزتين وشوية يعني. فطبعا لازال كدخل وك انتاج طبعا لسه في الأزمة. وهذا الريستورانت علشان طب ما هو كان بيشغل مثلا 10 موظفين، دلوقتي هو مش هيفتح غير 25%، يعني اذا مش هيشغل غير 3 دلوقتي. ف المشكلة في كده، انك الريستورانت اللي هيفتح 10 كان عنده 10، يعني احنا بنسهل الحكاية، اللي كان عنده 10 ترابيزات ومشغل 10 موظفين ما بين مطبخ وما بين خدمة وما بين كده، في النهاية هو مش هيشغل غير 3 مثلا. طيب السبعة الباقيين هيعملوا ايه؟ من المفروض ان الحكومة تتكفل بيهم. بس الحكومة قالت احنا فتحنا البلد، يبقى في النهاية الحكومة هتتكفل بيهم شوية، انما هتقول لهم خلاص بقى انتوا روحوا دوروا على شغل. طب ما فيش شغل، ودي الازمة. من ناحية الأزمة الاقتصادية، غير بقى الكارثة اللي منتظرة. هنا كان بتبقى فيه ترابيزات وناس قاعدة، ما فيش ترابيزات في الممر دون. دي المكتبة اللي أنا كنت دايما بقعد فيها وكنت بصور فيها برضو مقفولة. فنرجع للأزمة، إن مجرد إن اتفتحت وفي محلات اضطرت إنها تفتح، ده هيخلي المرض ينتشر بسرعة أكتر، لأن احنا ما زلنا في مرحلة الانتشار. زائد في أزمة
اقتصادية حقيقية هتحصل لما الناس تبص تلاقي ان الحكومة ما بتدفع لهاش، ما بتدلهاش بدل بطالة، ما بتعملهاش. لان اللي طلع من شغله بسبب الكورونا منتظر منه انه هو يدور على شغل. طب هو ما فيش شغل، يبقى زي ما يقول لك يضرب دماغه في الحيط. ودي الأزمة الحقيقية اللي منتظرة في الكام شهر اللي جايين، أزمة صحية وأزمة اقتصادية حقيقية. يعني ما كنت في الفيديو، كام فيديو الأولانيين، كلمت إن في أزمة هي كانت مبتدية الأزمة، إنما دلوقتي هم هيعملوا بالتصرف بتاعهم هتحصل أزمة أكبر من ما كان حتى الواحد متخيلها. لأن تصرف الحكومة الأهوج دون هيخلي الناس مش هتلاقي تاكل، لأن هو في الكم أسبوع اللي جايين البلد اتفتحت مرة أخرى، البلد رسميا اتفتحت إنما ما اتفتحتش، لذلك يعني مول زي دون كان في ما يقرب عن نقدر نقول يمكن 20,000 موظف شغالين. يعني المحل دون بتاع ادوات مكتوب انه المفروض هيقفل لحد 3 ابريل اللي هو كان فرايدي اللي هو كان امبارح، مش معرفش هو فاتح ولا لا، بس فاتح. انما في كم موظف شغال فيه. بس ارجع اقول ان مول زي ده لوحده كان في ما يقرب عن نقدر نقول حوالي 20,000 موظف، يعني ده على الأقل بعدد ال 20,000 موظف في مدينة زي دي، يعتبر شيء مخيف، شيء كبير. فدولا لا هيلاقوا مساعدة من الحكومة ولا هيلاقوا شغل، فهي أزمة مفتعلة، إنما هي أزمة أخطر من اللي حصل في 2008 في أواخر عصر بوش اللي هي الأزمة الاقتصادية. لأن هنا الحكومة مش الواحد كان متخيل إن الحكومة هتساعد الموضوع بحيث إنه يمر بسلام، يبقى في مساعدات حقيقية. حتى القروض والحاجات دي كلها طلعت كلام فاضي. ان الحكومة تدي بدل بطالة ما بتديش لحد دلوقتي، ناس كتيرة بقالهم شهر مقدمين على بدل بطالة ما تطلع لهاش بدل بطالة. ففي النهاية اقول ان بجانب مشكلة الفيروس في مشكلة اقتصادية منتظرة مدمرة للبلد، وربنا يستر مرة تانية. ودايما بقول ربنا يستر، لأن الموضوع خطير جدا ومش عارفين آخره ايه. ونشوفكم على خير.